السلام عليكم ورحمة الله. أكيد كلنا عاوزين ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لليلة القدر، أكيد كلنا عاوزين ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا كلها. يكفي أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن قيام رمضان قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بتكلم عن رمضان كله، ولما جه عند ليلة القدر أفردها بحديث قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب أنا عاوز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنوبي كلها في رمضان، يبقى تجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وتجتهد في الليالي الوترية وكمان الليالي الزوجية، لأنك أنت لو وفقت بعد أن اجتهدت في العشر الأواخر من رمضان في الوترية والزوجية، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بيتعبد لله، اللي بيجتهد مع ربنا سبحانه وتعالى، مش معقولة هيجي في ليلة 22 ويكسل، يجي في ليلة 23 يجتهد، يجي في 24 يقصر، يجي في 25 ينشر، يجي في 26 يكسل، يجي في 27 عنده همة عالية. لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خرجت من تراويح، أطلع أروح تهجد، في قرآن، في أذكار، في أدعية، في استغفار، في قيام، تستغل الليلة بتاعتك. يبقى أنت تجتهد إنك تقيم الليل بتاعك. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت اجتهد في الليلة علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك كلها. تخيل لو انت بتشوف انه عندك 60 سنة وربنا سبحانه وتعالى وفقك لليلة القدر، هيغفر لك 60 سنة اللي فات. عندك 70 سنة، هيغفر لك 70 سنة اللي فات. عندك 50 سنة، هيغفر لك 50 سنة اللي فاتوا. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعاوزك كمان تعمل الحاجة دي، بعد كل صلاة سبح ربنا 10 واحمده 10 وكبره 10، ثم ادعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة، ربنا يغفر لك. حديث عند النساء، الحديث صحيح، سيدة أم سليم جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تقول له: يا رسول الله علمني كلمات أقولها بعد كل صلاة. قال: سبح الله 10 واحمديه 10 وكبريه 10 ثم سلي حاجتك. يقول: نعم نعم. سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، وبعد كده يدعو ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يغفر لك أو ربنا يغفر لك، الله عز وجل يستجيب لك. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعاوزك كنت جاي بقى العشاء كل ليلة كده من الليالي العشر الأواخر من رمضان، وترية أو زوجية، اتوظف بيتك وأحسن الوضوء وأسبغ الوضوء، وروح المسجد بقى انوي الاعتكاف في فترة التراويح ساعة ولا ساعة ونص على حسب المسجد اللي انت بتصلي فيه، وبعد كده روح ارتاح شوية، تعالى التهجد واقعد، وبعد كده اختم الليلة بتاعتك، وهكذا. لكن عايز اقول لك وانت جاي العشاء او انت جاي التراويح أسبغ الوضوء وروح بقى ركز في العشاء وركز في التراويح. سيدنا النبي يقول: ما من مسلم يتوضأ او تحضره صلاة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. إيه رأيك؟ يبقى تجتهد في ليلة القدر، ربنا يغفر لك. 1 2، بعد كل صلاة تسبح 10 مرات، تكبر 10 مرات، تحمد 10 مرات، تدعي ربنا، ربنا يستجيب لك، اللي يغفر لك. 2 3، وانت جاي العشاء وجاي التراويح توضأ وأسبغ الوضوء وتعالى احضر العشاء والتراويح بخشوع وركوع، الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك كلها. شوفكم على خير.